نظرا لانتشار زهرة النيل النبتة الداعشية في خليج جويدرات بالذات، نقوم حاليا بعمل إزالتها بواسطة تأجير عمال وزوارق، وإن شاء الله سيتم القضاء عليها خلال فترة شهر أو أكثر قليلا، ونحن مستمرون بإزالتها حاليا، حيث أن هذه النبتة مضرة جدا، حيث أنها تؤدي إلى الإصابة، يعني إلى أنه تأخذ ماء يعني كميات كبيرة من الماء، إضافة إلى تأثيرها على الحيوانات والحيوانات العائشة مثل الأسماك والأشياء الأخرى في خليج جويدرات. طبعا العمل لسه حاليا في خليج جويدرات، هي النبتة منتشرة أصلا في خليج جويدرات.